يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كلنا دخلنا في شهر الصوم وبدأنا بالفعل نعيش إيقاع هذا الشهر. دايما في ذكريات أو في نوستالجيا متعلقة بهذا الشهر. ربنا لما خلق الكون كلنا عارفين أنه هو خلقه في 7 أيام، وبطبيعة الحال فضيلة زي فضيلة الصوم أو ركن مهم من أركان الإسلام زي فضيلة الصوم أيضا لازم يأتي بالتدريج، مفيش حاجة بتيجي كده، وخصوصا لما نتكلم مع الأطفال. هنعود إزاي أطفالنا على إن هم يصوموا هو صغيرين؟ مدارس كتير جدا نشأت في القصة دي، والمدرسة التقليدية اللي هو تصوموا لغاية الظهر ثم العصر ثم المغرب علشان يتعودوا وخلافه. عملنا ايه واحنا صغيرين؟ ازاي تعودت وانت صغير انك تصوم في رمضان؟ وازاي ايضا بتعود ولادك؟ ده سؤالنا النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم، هنناقشها بالتفصيل خلال ساعات هذه الحلقه. ولكن خليني اتوجه بالسؤال في البدايه لزميلتي العزيزه جمانة ماهر، اكيد عندها اجابه مختلفه. طب بص بقى، انا غلطان، انا عودتك على اجاباتي المختلفه، عليت عندك يعني اصل مش كده. يعني يمكن بدأتي مغرب ظهر مثلا رجعتي ساعات بتقل مش بزي. ما اعرف، لا انا هقول لك. بص انا هضطر اجاوبك على الجزء الاول من السؤال، لان الجزء الثاني يعني اعذرني ما وصلتلوش لسه. تمام، فانا هضطر اجاوب على ازاي اتعودت وانا صغير. تمام، يعني اتعودت ازاي اللي انا فاكراه متذكراه، يعني انه كانت ماما ابتدت الاول تفهمني احنا بنصوم ليه. تمام، وابتدت ان هي واحده واحده كده، مش تخليني اصوم اليوم بس شويه، يعني ايه يعني ممكن شويه تخليني ما اشربش مثلا ميه لمده ساعه مثلا، بعدين شويه ساعتين ما بقاش باكل حاجه، يعني ابتدت من غير ما احس ان هي ده صيام، ابتدت واحده واحده جت تجيبها لي تدريجيا. وسالتك دي حاجه صعبه فقلت لها لا مش صعبه بالظبط، يعني من غير ما تحسسني ان انا ممنوعه. حلو قوي، بالراحه واحده واحده كده لغايه زي ما انت قلت شويه كده حسيتي انت عندك مشكله، طب احنا بنعمل كده عشان خاطر ربنا، عشان ده ركن من اركان الاسلام، عشان وبعدين ابتدينا بالظبط، ابتدينا بقى لغايه ايه الظهر، بعد كده العصر، لغايه بقى ما وصلنا الحمد لله المغرب ومكملين بقى. بس زي ما انت قلت كنت اتكلم في نقطه مهمه قوي يا مصطفى، يمكن دلوقتي كمان الجيل بتاع دلوقتي بقى فعلا في السمة دي، فكره ان احنا الاطفال ما بقاش في حاجه اسمها كده وخلاص، بقى دايما ليه؟ لازم بالظبط لازم برر. تبرر له، لازم تشرح تفسر. له ولازم بالزبط. تفهمه. انا ابن اخويا كان لسه كنا بنتكلم انا وهو في الموضوع ده، وبعدين بيقول لي 7 سنين 6 7 سنين سن اللماضه، اللماضه كلها بقى، تخيل ابن اخويا انا، طيب عامل ازاي؟ فكنا بنتكلم بقى فليه بنصوم؟ طب اصل بنصوم عشان نحس بالفقير، وابتدت بقى الردود جدليه الموضوع بالظبط. ليه عشان نحس بالفقير ليه؟ طب ما احنا ممكن نحس، احنا بنحس بالفقير ان احنا بنساعده، طب ايه علاقه ان احنا نحس بالفقير؟ طب ما الفقير بيشرب، طب ما الفقير، وابتدينا نخش في اسئله يعني ما كناش بنسالها واحنا صغيرين، احنا ما كناش بنسالها واحنا صغيرين. فقررت ان انا ادخل واقرا كده اشوف عشان اعرف ارد عليه برده، لازم اديه رد. برافو عليك. فاكتشفت انه فعلا الرد اللي احنا بنقوله لاطفالنا واللي احنا متعودين عليه مصطفى بتاع عشان نحس بالفقير فقط ونقف هنا شويه ما ممكن ما يرضيش، مش مقنع. فضول مش مقنع، هو فعلا جانب او جزء من الصح او جزء من الحقيقه، مش مقنع للطفل يعني، بس مش كل الحقيقه او مش الجانب الاكبر من الحقيقه. انه المفروض احنا بالنسبه لنا الصوم او الصيام، صيام رمضان يمثل الصيام عن الشهوات، يمثل الصيام عن كل ما يغضب الله، يمثل التحكم في الغرائز البشرية بشكل عام، وجزء طبعا منها ان احنا بنحس بالفقير. فلما تيجي تفهم حد تفسر له حاجة وتفسرها له مقنعة يقدر يستوعبها، لكن لما يجي تكلم طفل فقط انه عشان احنا بنحس بالفقير، طب فعلا اي حد ممكن يشرب في اي وقت مثلا مية مثلا، لو على الاكل ممكن، حتى لو لقمة بسيطة ممكن، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. فتعلمت بقى من ساعتها، الكلام ده كان من كام يوم، فتعلمت بقى من كام يوم الحقيقة لما اتحطيت في الموقف ده إن أنا أعرف أرد كويس بالظبط، إن أنت تبقى فاهم أنت بتعمل ده ليه، عشان لما تيجي تتكلم مع أي حد أيا كان تبقى عارف فعلا صلب الموضوع إيه أو حقيقته إيه
او انت بتعمله ليه عشان حتى تبقى قادر تعمله من قلبك وتعمله صح وتقدمه في افضل صوره. بس كده. اشتغلتي برامج اطفال قبل كده؟ لا. اصعب برامج في الدنيا طبعا. اصعب برامج بتحاولي طفل عشان تطلعي منه اجابه وتعرفي. طبعا هنا تحية لزميلتنا لمياء حمدين عامله شغل هايل جدا جدا حقيقي. جدا في الملف ده. بس فعلا هي حرفة شديدة انك بتتعامل مع دماغ بيتشكل وبتشكل في 2023 بشكل تاني بفيسبوك بواتساب عنده كمية مصادر للمعلومات هيغلبك رهيبة هيغلبك ويريتها كلها صح. أيوه. يعني عنده مصادر كتير جدا منها المشكلة غلط ومنها صح فعلا. فانت بما ان احنا كبار وعاقلين وراشدين نقدر نفرق بين الصح والغلط فلازم بالفعل يكون عندنا أكبر كم من المعلومات عشان نقدر حتى نفرق لما يقول لنا معلومة أنا سمعت إن حصل كذا كذا أو سمعت إن السبب كذا كذا أعرف أرد عليه. صحيح. أعرف أفهمه الصح من الغلط يا مصطفى. صحيح. طب قولي بقى أنت تعودت إزاي وعودت ولادك؟ والله ما اختلفتش عنك كتير. طبعا هي المدرسة التقليدية الأول بتصوم ظهر عصر مغرب أو في مدرسة تانية هتصوم عن الأكل بس إيه هتشرب مية. فيبقى تمسك العصا من النص يعني. فانت النهارده صايم عن الاكل بس هتشرب ميه، النهارده حر يا جماعه. طبعا انت طفل بتتعود كده مره في مره في مره، لما بقى بتصلي مع باباك ومامتك وبتشوف الجوانب دي عامله ازاي وان فيها روحانيات معينه وفيها تقرب الى الله، في زي ما تقولي كده حاله للشهر ده، بتخش جوه الحاله دي انت بتقتنع. وبقى شويه كلام بقى من اللي قلبك يحبه، ايه لازم تصوم زي الكبار عشان الصغيرين ما بيصوموش، وتروح المدرسه ايه انا بصوم انت ما بتصومش، وحاجات كده. اه والله بتكلم بجد مش بهزر. ما كل ده في نفسيه الطفل انت بتتعامل معاه، بتخلي الطفل بيتعود على الصيام بسرعه. لكن في النهايه خلينا اقول حاجه ودي مهمه جدا في المجال الطبي طبيا يا جماعه، ما تقرصوش على اولادكم في القصه دي. اولادكم كمان يعني فيزيكال مش مؤهلين ان هم يصوموا الـ 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 اليوم كله لغاية المغرب، ده ممكن يعمل مشاكل وده اتقال فعلا. لكن احنا بندرج يعني طبيا ان بعد سن البلوغ انت تقدر فعلا تصوم وجسمك قادر لده، فانت عود العب معاه لغاية لما يجي السن المناسب وهو هتلاقيه لوحده قدر او دخل في ايه في حاله الصوم او حاله الشهر الكريم. وانت قلت نقطه مهمه جدا برده يا مصطفى، وحتى خلتني ارجع كده بالذاكره انا لورا، تبقى دايما شايف اسرتك نفسها بتتعامل ازاي مع شهر رمضان. بالظبط. مع الصيام، الصيام طول الوقت احنا متعصبين ومتضايقين وما حدش يكلمني قبل الفطار والكلام ده، ولا بالعكس بنبقى مبسوطين وعارفين ان احنا بنعمل حاجه لربنا وان احنا موسم لا يعني يعني احنا بنقيم فرض من فرائض او ركن من اركان الاسلام، موسم للدعاء وموسم لاستجابه الدعوه. فبتعملها بقى ازاي؟ تعملها بابا عصبيه وتخبط ومحدش يكلم بابا قبل الفطار ومحدش يكلم ماما بعد الفطار، فبالنسبه للطفل بيتخض وما بيبقاش حابب الشهر اصلا. بالظبط كده. ولا لا بالعكس بيبقى فوانيس بقى وزينه وهنطبخ وفيها في حلويات بعد بعد الفطار وفي الاكل هنعمل ايه النهارده. انا افتكر ان ده كان بيتنا. يعني بيتنا كان الجو حلو كان لطيف المبهج. ايوه انا بالظبط كنا بنستنى رمضان، وحتى يمكن تحت في الشارع في زينه على طول، الزينه والفوانيس والناس تنزل تلعب في الشارع والناس الصلاه يعني كان الجو نفسه حلو. ده غير بقى انا كنت طفله بحب التحدي قوي، كان عندي حته التشالنج دي قويه جدا، فكنت لا انا هصوم انا هقدر اصوم. بس ما كنتش بعمل حته بتاعت ان انا اغيظ صحابي دي بصراحه. لا مش تغيظ، اللي هو انت يا جماعه انا بقيت بصوم وفي بقى يعني انت لا انا كنت بحب اقلد ماما قوي، يعني كنت بحب اقلد ماما قوي واقلد بابا قوي، فكنت لا انا داخل في القصه. انا عندي بنتين دلوقتي بيصوموا كمان ف او بيصوموا جزئيا، ففي بقى بتحكوا لي بلاوي بتحصل وانا صمت وانا ما صمتش، وتيجي واحده تغيظها فتاكل قدامها ولا تقول انا اكبر وانا اقدر وانا حاجات كده بقى ايه. في سؤال بس اتمنى ان هو ينتهي، صايم ولا زي كل سنه؟ يعني السؤال ده لو انتهى هنبسط كلنا حقيقي زي كل سنه. وده الرد برضو اللي لازم ينتهي مع السؤال. صح كده. على اي حال السؤال ده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ازاي تعودت وانت صغير على الصوم في رمضان وازاي بتعودوا اولادكم كمان على صيام رمضان؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك زي ما قلت لحضراتكم، واكيد مستنيين اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.